جمال، درت لك اليوم واحد الطبق جزائري بنين عسل عسل عسل. قولي لي يا حبيبتي، وشنو هذا الماكلة؟ هذا فيها نوع من انواع الخضر انت ما تحبوش. هاي ما نحبوش. هذا طاجين الجلبانة بالبطاطا. طب ممكن اقول لك حاجه يعني؟ تعرفيش بزاف انا ما نحبش بسلة، اكلها برضو. انت ما تحبهاش بالطريقه المصريه، نحبهاش ما ذقتهاش بطريقه تاع الجزائر. هاد طاجين الجلبانه بالبطاطا ما كاش اللي ما يحبوش. طب سؤالي الحلو، زدت حمرته لك في الفرن. الله الله، حلو. انت قربي بس كده، انت عزبت الفرخه؟ لا، كعد فرخه صغيره. لا والله ما بهزر، يعني عزبتها بزاف. عادي عادي، نسحقك تاكل اليوم وتقولي رايك بكل امانه. انت اسمها ايه الماكله هذي؟ طاجين الجلبانه. طاجين الجلبانه، طاجين الجلبانه، طاجين جزائري. عادات وتقاليد الجزائر، اكليه صيفيه ولا شتويه؟ صيفيه، عشان الصيف والحر. ايوه، اكله صيفيه. يديروها في 58 ولايه ولا لا؟ لا، هما يقولوا لنا يديروها ولا لا؟ لا لا لا، اكيد لا لا. ويديروها بالاسم نفس الاسم حنون في 58 ولايه. هما يقولوا لنا يديروها ولا لا؟ لا عادي، يرحم بابك، عندك ما تقول. اي بصح، احنا في العاصمه نقولوا لها جلبانه بالبطاطا. خوتي وخواتاتي، او جلبانه مرقه بيضاء. مع بعض خوتي وخواتاتي، الماكله الجزائريه هنكتشفها مع بعض. اقسم بالله اول مره ناكل الماكله هذه. اوكي، وهنقول راينا في الماكله الجزائريه بكل صراحه. صح والله، نزينا طعم الجلبانه، عندنا بزاف ما كليناش جلبانه. جلبانه، جلبانة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، سيبنا المعلقه الكبيره، يعني كبيره بزاف. عادي عشان تسقي بيها. انا سقي بال، خلاص سقي زي ما انت عايزه. بسم الله بسم الله. تعالوا خوتي وخواتاتي، هنشوف طاجن الجلبانه مخبلنا ايه. يرحم باباكم، عندك ما تقول. بسم الله بسم الله. طاجن الجلبانه، تعالي خوتي، عباره عن بطاطس و بسلة مصرية، بطاطس مصرية، وده صوص الجلبانة. صح كده؟ أحلى صحي. حاجة في الموضوع هذا المرقب اللي تغمسوا فيها. أحلى حاجة في الموضوع كله. قولوا لي أسك ديروها هكا ولا ديروها كيما الجواز؟ نمونة ما تقولوش كيما تحب، ولا ما تقولوش البطاطا، ولا ترموا البطاطا الطيب داخلها كيما الجواز، ولا كيفاش ديروها؟ كاين ناس يديروها هكا وما يدخلوهاش في الفرن. انا باش ما نقليش الدجاج ندخلها ديريكت كامل تتجمر مع بعض في الفرن. شوفوا تجي ما شاء الله، تهبل تهبل تهبل. خواتاتي، عندوك مع بعض خوتي وخواتاتي طاجن الجلبانه الجزائري. ناخذ عليه فص من الفرخه اللي زعلنا من نفسها دي. حنونتي عذبتيها بزاف. قول بسم الله ونجرب الاكله الجزائريه. اسمها ايه؟ طاجين الجلبانه. طاجين الجلبانه، طاجين جزائري. طاجين الجلبانه، تلفتها لي جلبانه. ما نحبش البسله، بس عندك ما تقول. راح تعجبك بزاف بهالطريقه. عسل، تحس نفسك تاكل في العسل. البنه بنينه بنينه بنينه. طاجين الجلبانه، يا دلالي يا دلالي، انا هاكل الاكله هذه، جميله بزاف. جميله، عندك ما تقول. طعم البسله، البسله يعني الجلبانه اللي انت تكرهها، كيفاش جاتك؟ تهبل، اقسم بالله العظيم تهبل. جلبانه جزائريه تاخذ 100 من 100. راح نخليك تاكل كامل انواع الخضار اللي انت ما تحبهاش بالطريقه الجزائريه. ممكن تاني؟ كل زعفيش. لا كل براحتك. بزاف كاين بزاف خضره ما يحبهاش، بصح كي نديرها له اكله جزائريه او اطباق جزائريه يحبها. احنا ندلعوا الخضار. تحفه جزائريه على اراضي مصريه، هذه تحفه جزائريه على اراضي مصريه. يرحم بابكم. قولوا لنا خوتي وخواتاتي، ويش من ماكلة جزائرية حابين نجربوها الفيديو القادم؟ وقولوا لنا
وش اسمها في كل ولاية خوتي وخواتاتي؟ كيفاش نسميها في ولاية الصيفية؟ لا في العاصمة. في العاصمة سميها جلبانة زيرية. قولوا لي سموها وشنو؟ قولوا لي كيفاش طيبوا الجلبانة؟ اسكو ديروها مرقة حمراء ولا كيما درتها، ولا ديروا البطاطا في الجلبانة جواز بلا ما تحمروها؟ الى اللقاء في فيديو جديد، وخلوا لي اقتراحاتكم في التعليقات.